السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. حقيقة في موضوع حبيت أنوه عنه، وهذا الموضوع بالنسبة لأسعار الكرفانات. طبعا لا يخفى على الجميع بأن الأسعار غالبا تكون متفاوتة. وش معنى متفاوتة؟ معناته أنه لا إله إلا الله، الكرفانات الصغيرة أسعارها غير الكرفانات الكبيرة، كذلك الكرفانات اللي تيجي عليها سلة خلفية ودرج وجلسة علوية برضو تختلف عن الكرفان اللي ما يجي عليه سلة ولا درج ولا جلسة علوية. أيضا الكرفانات اللي تيجي مبطنة من الداخل بالقماش غير الكرفانات اللي تيجي ما هي مبطنة، فهذه كلها تحكم عملية السعر، إلى جانب أنه فيها أسعار تكون مناولة من الورشة مباشرة بالإمارات. يعني أعطيك سعر تجي تستلم كرفانك من الورشة من عندي من هناك، أو طال عمرك تبيني أجيب لك الكرفان إلى الرياض وأسلم لك أو الشرقية. طبعا يختلف السعر اختلاف كبير بين انك تجيني للامارات تستلم من عندي او اني انا اجيب لك واسلمه. في حاله اني انا اجيب لك واسلمه، هذا عليه رسوم نقل وعليه رسوم ضرائب وعليه رسوم جمارك ورسوم سابر، فهذه الامور ترفع السعر شوي بالنسبه للكرفانات. في المجمل الى الان الحمد لله احنا قاعدين نقدم يعني ماده كويسه، وقاعدين نقدم أسعار منافسة جدا، يعني تكاد أن لا يكون لها مثيل بالسوق السعودي. يعني مقارنة بالمصانع المحلية هنا بالسعودية، أنا أتحدى أن يكون هناك أسعار تنافس الأسعار اللي أنا أقدمها للجميع. هذا الموضوع اللي أنا حبيت أنبه عنه، لأنه كثير من العملاء للأسف ما هو فاهم عملية السعر. لما أجي أقول له قيمة هذا الكرفان مثلا، الأخير هذا اللي نزلته قيمة هذا الكرفان 24 ألف. طيب 24 ألف تعال استلمه مني من الإمارات، بينما لو تبيني أنا أجيب بضيف عليه 8 آلاف ريال تقريبا 8 آلاف ريال، رسوم جمارك، رسوم ضريبة، رسوم نقل، هذه كلها تحكم السعر. فلما أضيف أنا هذا المبلغ يطلع ب 32 ألف. طيب كرفان بهالطول هذا 5 متر ويكفي تقريبا إلى 4 أشخاص، وفيها مطبخ وفيها دورة مياه وأنتم كرامة، سعره 32 ألف. هل يوجد كرفان هنا بالسوق السعودي بهذا المبلغ؟ هل يوجد كرفان أمريكي مثلا بهذا المبلغ أو أوروبي؟ مستحيل تجد بهذا المبلغ. فإلى الآن الحمد لله والشكر لله لازلنا يعني نقدم أسعار منافسة. هذا ما حبيت أني أوضح للجميع، وأتمنى فعلا أني أكون قدمت لكم يعني مادة كويسة، وشاكر لكم وحياكم الله.